لو حكيت لكم انه اغلى هاتف في العالم هو ايفون، ومش اي ايفون، مش ايفون 12، وانما ايفون 6، بتصدقوني؟ هذا الفيديو حيعطيكم اغلى هواتف في العالم. عن جد راح تستغربوا من الهواتف المذكورة في هاي اللائحة. سعر هذا الايفون يمكن يخلي الايفونيين يتوبوا عن الايفون. ركز معي. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم بدنا نتسلى شوي، بدنا نحكي عن تليفونات غالي جدا، غريبة جدا، أرقامها خيالية، ولا حدا فينا راح يفكر يشتري هيك تليفون. ولكن حتستغربوا أنه في ناس في العالم بيشتروا تليفونات زي هيك، عن جد غريب. طبعا الفكرة في غلاء هاي الأجهزة مش أنه الندرة، وإنما إيش صنعوا أو إيش ضافوا لهاي الأجهزة من أشياء ثمينة فقط. قبل ما بلش بالفيديو أصدقائي، لا تنسوا أنه عندي قناة جديدة عالم سيزار، فيها محتوى مختلف ومتميز عن هذه القناة، فإذا بتحبوا الرابط في صندوق الوصف، تابعوني هناك لمحتوى مختلف تماما. أرخص هاتف معانا اليوم في هاي اللائحة في المرتبة العاشرة هو هاتف من فيرتشو سيجنتشر كوبرا. طبعا أخذ اسم كوبرا لأنه عاملين عليه أفعى كوبرا، بالديزاين في أفعى كوبرا. هاي الأفعى كوبرا مش أفعى عادية، كلها ألماس. سعر هذا الهاتف 310,000 دولار. الرقم بعيد وصحيح، واللي انت سامعه صحيح، مش 310 دولار، 310,000 دولار. يا لطيف يا اخوان، بجيب فيه فراري او لامبرجيني، بديش تليفون. في منه فقط 8 نسخ. طبعا جسم الجهاز لا قزاز ولا ألمنيوم، ذهب خالص، والافعى من الماس. في المرتبة التاسعة جولد فيش ريفولوشن. جولد فيش شركة سويدية بتعمل اشياء غريبة زي هيك، عملت تصميم التليفون بشكل دائري، عن جد شكله غريب جدا، اول مره بشوفه في حياتي بصراحه. مصنوع من الذهب الابيض والذهب الوردي ومن الجلد ومن الالماس، كل شيء فيه. فقط صنعوا منه 32 جهاز في العالم، وسعره فقط 488,000 دولار. المرتبه الثانيه هاتف اسمه جريسو لاس فيغاس جاك بوت. هاتف مصنوع من الذهب ومن الالماس الاسود، 45 قراط، وفيه ايضا خشب. هذا الخشب من شجر من افريقيا عمره 200 سنة، يعني بس بيخترعوا اشياء هيك غريبة. فقط صنعوا منه 3 تليفونات، وعشان يميزوك بيحفروا رقم التليفون على التليفون. طب هم 3، شو بدك تحفر؟ 1 2 3 يعني. سعره بس 1,000,000 دولار. المرتبة السابعة نرجع لجولد فيش، جهاز اسمه جولد فيش لمليون. هاي الشركة السويدية عجبها انه الجهاز الاولاني باعت منه وصار الوضع، سوت جهاز ثاني. هذا الهاتف لما تم إصداره أخذ رقم جينيس لأغلى هاتف في العالم. الغريب أنه مصنوع من ذهب قراط 18 ذهب أبيض، بس عليه 120 قراط من الألماس فقط، وسعره 1,200,000 دولار، ولا إشي. المرتبة السادسة دايموند كريبتو، هيك اسم التليفون. مصمم استرالي اسمه بيتر أليسون هو اللي صمم هذا الهاتف، ولما أعلنوا عنه برضو كان أغلى هاتف في العالم. مصنوع من البلاتينيوم، شوية خشب، شوية ألماس، بس مش شوي، 50 حبة ألماس حرفيا. من ضمن هذول 50 حبة 10 حبات من الدايموند الأزرق النادر. بقولك إنه في ميزة متميزة لهذا الجهاز، إنه في نظام تشفير قوي جدا. يعني حدا سأل عن تشفير انت بالحلال، بدك تدفع مليون، سعره 1,300,000 دولار، جاي تحكي لي تشفير؟ حل عندي يا زلمة. المرتبة الخامسة آيفون 3G كينجز بوتن، هيك اسمه. عنده كبسة بسموها كبسة الملك، نفس المصمم الأسترالي البيتر أليسون هو اللي صمم هذا الجهاز، عجبته الشغلة. الذهب 18 قراط، واستخدم المصمم هون 138 حبة ألماس، وفي زر الهوم حط واحدة كبيرة 6.6 قراط. قديش القراط بعرفش بصراحة، بس ولا بدي أعرف، بس يعني كثير غالي. جهاز حقه 2.5 مليون دولار. هل تشتري آيفون 3 يا أخوان؟ آيفون 3G يعني. المرتبة الرابعة جولد سترايك ايفون 3GS، مش 3G، سوبريم. المصمم بريطاني ستيوارت هيوز بده غير، استخدم ذهب قراط 22، واستخدم 136 ألماسة، 53 ألماسة منهم بس في لوجو تبع أبل، وحدة كبيرة في زر الهوم 7.1 قراط. الله وكيلك. والسعر 3.2 مليون دولار. في المرتبة الثالثة ايفون 4 دايموند روز إديشن، نفس المصمم البريطاني ستيوارت هيوز، صنع فقط جهازين من هاي النسخة،
صنعوه من الذهب الوردي. أول مرة بعرف إنه في ذهب وردي أصلاً. ذهب أبيض، ذهب وردي. نعرف الذهب بال 18 قرات فقط. نعرفه، ما بنشتريه كمان. 500 ألماسة تم استخدام أو ترصيع هذا التليفون من 500 ألماسة. فالمجموع الوزن 110 قرات. 53 حبة فقط في التفاحة، في لوجو التفاحة. في زر الهوم واحدة كبيرة 7.4 قرات. في المرتبة الثانية آيفون 4S Elite Gold، نفس المصمم ستيوارت هيوز، استخدم ذهب 24 قرات واستخدم 500 ألماسة مجموعهم 100 قرات، والألماسة في زر الهوم 8.6 قرات، والسعر فقط 9,400,000 دولار. آخر تليفون المرتبة الأولى، تليفون حتى اسمه طويل، فالكون سوبر نوفا آيفون 6 بينك، 24 قرات ذهب، أيضا مادة البلاتونيوم. المميز في هذا الجهاز عليه ألماسة ضخمة إما خضراء أو زرقاء أو حمراء. سعر الهاتف تقريبا 48.5 مليون دولار. يا أخوان رقم مش طبيعي. الماسة هي يبدو أنها نادرة جدا جدا اللي عليه، إشي غريب صراحة، وهي الماسة الخضراء. أما التليفون الذي يحمل الماسة الحمراء فسعره 42.5 مليون دولار. أما التليفون الذي يحمل الماسة الزرقاء بس 32.5 مليون دولار. يا أخوان عن جد أرقام غريبة، أرقام خيالية. شو رأيكم؟ هل بتعرف تليفونات أغلى من هيك؟ اكتبوا لي في التعليقات، وإذا عجبكم هيك فيديو كومنتس ولايك وشير. شكرا جزيلا، بشوفكم في فيديو قادم. إلى اللقاء.